رومانيجي. هجوم وانطلاقة سريعة لمنتخب إيطاليا. برونو كونتي ينطلق، التمرير أمامنا، هذا الهدف للمنتخب الإيطالي، الهدف الثاني بعد كرة سددها اللاعب تارديلي، غلط من خلالها حارس المرمى شباخير. وتارديلي في الدقيقة 69 من زمن المباراة يتمكن من خطف الهدف الثاني، هدف ثاني لفائدة المنتخب الإيطالي الذي يتألق، وبالتالي يؤكد تفوق من خلال هذا النهائي. تارديلي بعد هجوم سريع للمنتخب الإيطالي، جميع اعتقد بأن المباراة انتهت. أمامنا الإعادة من جديد، الكرة القوية اللي سددت، وبالتالي الهدف جاء بتوقيع تارديلي. الإعادة من جديد، محاولة أسفرت عن هدف ثاني لمنتخب إيطاليا بواسطة اللاعب ماركو تارديلي.